هروح بقى للاستاذ احمد. كان سؤاله بيقول هو عنده 3 اسئله، احنا جاوبنا على سؤال منهم في حلقه كبيره جدا، وهو التطبيع مع الصهاينه. حضرتك قلت فيه اجابه شافيه وفيه، فانا بدعوك يا استاذ احمد الرجوع لو كتبت على السوشيال ميديا كده ما حكم التطبيع مع الصهاينه. لا احمد متابع البرنامج وبرنامجنا كلها، فمش محتاج ما شاء الله. ده احمد موسى عارف ان هو من متابعين القناه حتى يعني. فان شاء الله يعني الشيخ عصام جاوب على السؤال ده. اما السؤال الاخر اللي هو الجديد يا شيخ عصام، مشروع فتح كنائس ومعابد في ارض الحجاز، وايضا هناك سؤال مرتبط به وهو ايضا اللي هو قيام قداس على ارض الرسول صلى الله عليه وسلم. علينا ان نفرق هنا عشان نكون منصفين. طبعا لا اقر كثيرا من سياسات المملكه العربيه السعوديه الان، يعني الملك سلمان او ولي العهد محمد بن سلمان، كثيرا من لا نقرها يعني. انما هذا لا يدعونا الى ان احنا كل ما يفعل يبقى احنا على طول الخط، عمل صح عمل غلط ضد. لازم افرق بين حتى اصحاب الكبائر والفجور حتى اللي بيعملوه، اذا عمل حاجه صح ما يعني في النهايه خطا في اطار، صواب في اطار جمله الخطا اللي بيعمله. ايوه. هل القداس في اي مكان تم؟ يعني هل تم فيه اللي بيقول بلد الرسول؟ ايوه. هل في المدينه او في مكه؟ عشان بس نكون موصفين. تمام. ولا في المملكه العربيه السعوديه اللي هي جزيره العرب؟ وما هي جزيره العرب؟ طبعا قداس اذا كان لناس مسيحيين من سكان البلد الاصليين فهو قداس في مكانهم، خلاص يدخل في هذا الاطار. نعم. اما انشاء من جديد لناس لا وجود لهم ولا اساس لهم، انما مجرد فقط مغازله للغرب ومغازله للكيانات الصهيونيه ومغازله للغرب المسيحي في هذه الحاله فقط لعلة ان انا يعني عايز امرر المشروع السياسي، فهذا طبعا لا يجوز شرعا، هذا طبعا امر غير جائز. ولو استفتى الاخ احمد علماء السعوديه نفسهم وجاب فتاوى العلماء السعوديه القديمه، مش القديمه اللي بقى لها بس 5 6 سنين مش اكتر يعني، ايوه، سيجد الاجابه بالمنع والرفض، وانه لا يجتمع دينان في جزيره العرب. أيوه. اما جزيره العرب دي في اختلاف في مساحتها وفي مكانها، فاحكام بناء الكنائس واحكام القداس وغيره على فتاوى اهل السعوديه. نعم. بما يخص السعودية وغير السعودية فهم لا يجيزون مثل هذا الأمر. فالفتاوى موجودة لحد امبارح، لحد قال محمد بن سلمان ما يتولى ويعمل الكلام ده، إذا رجع إليها كل الناس سيجدوا هذه الآراء. أما ما عدا ذلك ففي نقاش كبير بين الفقهاء في قضية الكنائس. أيوه. أو غير المسلم الموجود أخرجوا اليهود والمشكلة من جزيرة العرب، ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب. في نقاش كبير عند الفقهاء في ما جزيرة العرب وما المغزى من هذا النص. طيب. وأن وجد غير مسلمين حتى في عهد سيدنا عمر الخطاب ويهود عملوا، فمسألة فيها نقاش. طيب. مش عايز أدخل فيها كتير قد ما أنا بقول يا جماعة أنتوا النهاردة مذهب حنبلي ومشايخ وهابية جزاهم الله خير على طول السنوات لا فتاوى، خلاص إيه فتاويكم فيها اللي المفروض ملتزم بها حكام آل سعود أن يلتزموا بها. تمام. رأي لا حسب بلادنا في هذه الأمور، ما رأي معروف لا يحتاج إلى جديد. أما الجديد في الأمر أن هذا الأمر يفعل من باب المغازلة للغرب وليس من باب حرية العقائد يعني. تمام. فدي نقاش آخر يعني. جزاكم الله خيرا.